عند تركيب الزجاج ستراكشر تأكد من عدة نقاط وهي كما يلي. نبي نتأكد أنه مقوى حراريا فعليا، فتشوف تحت الكلمة اللي في الزجاج تمبرد، هذه تعني أنه مقوى حراريا أنت الزجاج، وهذه دمغة من نفس المصنع. تأكد أنها ليست استكر، ليست ستتجنب الغش، شوف لا يمكن إزالتها، مدموغة من الداخل، هذه واحدة. ثانيا الزجاج المقوى حراريا نقاط ضعفه من الجنب، إذا ضرب حاجة ضربة قوية ينهار على طول كقطع صغيرة، لابد يكون مقفل بالألمنيوم دار ما دار لحمايته، لأن أنا شاهدت فيه زجاج ما يقفل ويركبونه الناس لجهل منهم وغش من أصحاب الزجاج. ثالثا تأكد من تقفيله كامل بالسيليكون بشكل صحيح بالكامل دار ما دار في كل المناطق. رابعا رشه بلي مويه بالكامل، تأكد ان ما فيه مويه تخش جوا، هذا اختبار معروف عندهم، لازم انت تسوي بلي غرقه بالمويه، يجب ما تدخل ولا قطرة مويه جوا، فمعناته انه لن تدخل ولا ذرة غبار جوا. خامسا انصح بانه يتم تركيبه على الخارج برا لمنع تعشيش الطيور. اي نعم الطير ممكن يوقف يرتاح شوي بس ما يقدر يعشش، وخلي المسافة ذي لك أنت في الداخل. وأخيرا لابد يكون السيليكون الألماني الأصلي.